طب اقول لك حاجه بقى يا باشمهندس، اتفضل. يعني ما مش صح ان انا اقترح عليك تطوير لكن انا كنت فاهمه ان احنا بنتابع علبه الدواء من ساعه ما خرجت من المصنع ونعرف هي دلوقتي فين. هل ده موجود؟ الدوله مشكوره ده اكيد في لازم يبقى دور دي. الدوله، ما هو الدوله بتعمل ايه بقى في المنظومه عامه؟ طبعا الرؤيه 2030 في القطاع الصحي والتطوير اللي هي الرقمنه بقى، ان هو كله يبقى ديجيتال. ففي جزء منه حاجه ليها علاقه بنظام التتبع، ان هو انه العلبه طالعه من شركه الدواء عليها كل بقى بياناتها، كيو ار كود الباتش رقم، كيو ار كود كده صغير، عارفه زي ما بنروح المطاعم كده بتصوري المنيو دلوقتي بقت بتطلع، هي نفس الفكره، كيو ار كود صغير فيه بيانات كتير قوي عن الدواء من ساعه ما انتج لحد شركه التوزيع استلمته، اتحط على الرف عند الصيدلي. كل ده احنا الدوله عامله النظام بتاع التتبع، هيبتدي يتطبق قريب جدا. بص انا من خلال البرنامج ده اكتشفت ان الدوله بتدعم قطاعات احنا ما نعرفش انه ده حاصل. فاحكي لي، لان انا عارفه ان انت كمان كنت واحد من الناس اللي استفدت من انه فكرتك ازاي الدوله دعمتها. مظبوط. احكي لي. احنا كان عندنا الفكره خلاص وعايزين نبتدي نعملها، مهندسين عملنا البرنامج، موضوع مش معقد. الحكومه مشكوره بقى كانت عامله مبادره في 2018 اللي هي اسمها فكرتك شركتك، لسه بقولها دلوقتي، انه اتوبيس بسيط بيلف محافظات مصر بيدور على افكار الشباب. دي كانت مبادره عظيمه، هي لسه موجوده جدا. فكرتك شركتك لسه موجوده. وبيدعمونا بشكل مع الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره بشكل كامل يعني. فبيدوروا على الافكار بتاع الشباب في المحافظات المختلفه. فانا ومصطفى شريكي لما كان عندنا الفكره، طب يعني احنا هنخش نقول كلمتين في هدخل الاتوبيس ده هيصدقوني؟ طيب فروحنا فعلا، احنا من القاهره فروحنا الاتوبيس، كان واقف قدام وزاره الاستثمار اللي هي في صلاح سالم، وطلعنا اتحدد لنا ميعاد، رحنا قلنا الكلمتين والفكره بتاعتنا. الكلمتين دول يا جماعه اللي هم البروبوزل او العرض التقديمي للبناء، هو بس الناس بتبقى متواضعه اصحاب الافكار، يعني عملت دراسه وعملت قلنا بقى احنا هي بيطلبوا بقى شويه حاجات، في الاول بيطلبوا الكلمتين هي الفكره ايه؟ خلاص قلتي الفكره، طيب بتفكري تطبقيها ازاي؟ طبعا انت مش عندك تفاصيل بس بتبيني ان انت ورا الفكره وعايزه اعملها ودي جايه من فعلا مشكله وهحل مشكله. فبتوضحي ده بقى خلاص بيمشي وراكي واحده 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 لحد ما في الاخر اتقدم مثلا 2000 فكره تصفيات 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 لحد ما في الاخر 10 13 شركه. عملوا بقى ايه بقى المبادره الحكوميه دي؟ صراحه حاجات ما كناش متخيلها، اللي هو تدريب على ازاي تحول فكرتك، ازاي تسوق فكرتك، ازاي تراجع فكرتك مع السوق وتظبطها بما يتوافق مع احتياجات السوق بتاعك، ازاي تجيب منها فلوس عشان تقدر تصرف على شركه، ما هو برضو انت عامل الفكره دي عشان تكبر. انا مبهوره ان في حد بيأثر على ناس مشوار طويل ممكن ياخد منهم سنين. اللي حضرتك بتقوله ده ممكن شركات لوحدها تقعد سنين عشان تتعلمه. ده حقيقي، مش عايز حضرتك تساعدونا كمان في تأسيس الشركه. في الورق في فتح الحساب البنكي، في كل التفاصيل لحد ما في الآخر بقى عندي شركه قايمه، وكمان دخلوا عن طريق مسارعة أعمال تبعهم إن احنا يبقى عندنا تمويل عشان نقدر نبتدي، والبرنامج شاف النور ونزل في 1/1/2019. الله.